للحروب والنزاعات ما تسمى أضرار جانبية قد تكون قاتلة أحياناً. في أفغانستان هناك المترجمون يبحثون عن ممر آمن أو بالأحرى عن مخرج آمن من طالبان. الحركة تقف وراء مقتل 5 مترجمين الشهر الماضي و300 منذ 2014. أكثر من 18,000 مترجماً فورياً عملوا مع الناتو خلال الأعوام العشرين الماضية. لديهم قلق أكبر على عائلاتهم، وإذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد العائلة 4 لكل مترجم فنحن نتحدث عن 70,000 شخص. الولايات المتحدة أكدت مراراً على الواجب الأخلاقي، حتى الآن لم يترجم واقعاً بل عكسه تأخر إجراءات إصدار تأشيرات الهجرة التي تعرف بـ SIV. الحد الأقصى لبرنامج SIV حالياً 226,500 تأشيرة، منها 15,507 وأصدرت حتى ديسمبر قرابة 11 تأشيرة متبقية. إذا أجرينا حساباً سريعاً وذهبت هذه التأشيرات للمترجمين الأفغان، لدينا نقص بـ 8,000 تأشيرة طلبها أنتوني بلينكين بعد ضغوط مارسها جمهوريون وديمقراطيون. لا تزال العائلات خارج المعادلة، عائلات تخشى على حياتها من طالبان وعلى مصيرها من البيت الأبيض. لماذا؟ تقول القوة الأكبر في العالم إنها لا تملك خطة لإخلاء المترجمين. مع الضغوط الداخلية طرحت ملامح خطة لنقل بعض المترجمين إلى جهة لم تحددها واشنطن إلى حين استصدار تأشيراتهم. يقول المترجمون إنهم كانوا مع القوات الأمريكية والناتو أثناء الدخول والانتشار، فهل يتحولون إلى أبطال منسيين ولمجرد أضرار جانبية للحرب الأفغانية؟ بايدن يقول لا. عملنا مع القوات الأمريكية، كنا سمعها وبصرها، ذهبنا إلى كل منزل لطالبان، لن ترحمنا الحركة إطلاقاً. طالبان أصدرت بياناً تقول فيه إنهم لن يتعرضوا للعاملين مع القوات الأجنبية، هذا فخ، يريدون الاقتصاص منا. They're going to come. We've already begun the process. Those who helped us are not going to be left behind.